كيف ترى هذا اللباس يا سعد الدين؟ يظهرك يا مولاي كتاجر خراساني. المهم أن أحدا لا يتعرف علي أثناء تجوالنا. لا أظن أن أحدا سيعرفك يا مولاي، مع يقيني أن جميع من ستقابلهم سيعرفونك بعد قضاء حوائجهم كالعادة. ماذا تريد أن تقول؟ كم مرة أغدت ملهوفا وجبرت فقيرا مكسورا وأنقذت عائلة من الجوع دون أن تعرف عن نفسك؟ كيف يعرفونني إذن يا سعد الدين؟ لم يعد بخاف على أحد يا سيدي. أنا الغريب المتنكر بزي تاجر أو عطار أو سائح أو حتى حاج فاعل الخير، هو الأمير بدر الدين نفسه ومرافقه هو سعد الدين. وهل في ذلك مكروه؟ حاشا وكلا يا سيدي، حاشا وكلا، ولكنني صرت أخاف عليك من أعداء الخير الحاقدين الحاسدين ذوي النفوس المريضة. لا عليك يا سعد الدين أيها الرجل الطيب، إن عمل الخير لا يأتي إلا بالخير إن شاء الله، ولا بأس من حاسد أو حاقد، فالله تعالى يتولى أمرهم. ولكنك يا سيدي تسرف كثيرا، فنصف ما تدفعه يكفي لسد حوائج هؤلاء الناس. هيا بنا لتفقد الناس، فقد تأخر الوقت وتاقت نفسي لفعل الخير. هيا. أمر مولاي. يا الله يا أرحم الراحمين، شفيني من مرضي هذا. لما تركتني وحيدة أواخر عمري، لا ولدا ولا بنت ولا حبيبة ولا قريب، أكاد أموت وحيدة ولا من محيط. رويدك يا مولاي، أرجو أن تتمهل قليلا. ألا تسمع حشرجة أنفاسها؟ إنها تنازع الموت. ولكن يا مولاي، من أنتم وماذا تريدان مني؟ أنا الأمير بدر الدين، سمعت مناجاتك فتجرأت في الدخول دون ما استئذان. لكأن الله سبحانه قد استجاب دعائي. أنت أمير صالح طيب القلب. بماذا أستطيع أن أخدمك يا أمي؟ جرعة ماء يا ولدي. تفضلي، وبسم الله الشافي المعافي. يجب أن ننقلها إلى القصر يا سعد الدين، فحالتها لا داعي لذلك يا بني. ولكنك يا أمي. قل لي أيها الفتى، هل أنت طبيب؟ لا. ما هي مهنتك إذن؟ إنه الأمير بدر الدين يا امرأة. عرفت ذلك، ولكن ما هي صنعتك؟ أقصد ماذا تتقن من عمل عدا كونك أمير؟
لا شيء على ما أظن. أنت شاب طيب يا بني، ولكن عليك أن... هيا يا أمي قمي معنا إلى قصري وهناك سنتحدث بالأمر. لا داعي لذلك، كل ما أطلبه هو من يرعى طلباتي ويقوم على خدمة آخر أيامي، ولكن هنا في منزلي هذا. لك ذلك، ترسل في الغد بجاريتين يقومان على خدمتها، ولتكن واحدة منهما رسولة دائمة بيني وبينها وبشكل مستمر. أنت تستحق كل خير يا ولدي. ترى ماذا يمكنني أن أقدم إليك إلا الدعاء؟ هو خير وبركة يا أمي. لك شيء يا سيدتي، أتدلين على عروس تستحق هذا الأمير الشهم النبيل لو أمكنك ذلك؟ أحسنت، فالزواج نصف الدين كما يقولون، ولست أرى من تستحقك إلا بنت ملك الجبال السبعة. بنت ملك الجبال السبعة؟ وأين نجدها يا سيدتي؟ بزواجك منها ستكسب زوجة صالحة، وبتنفيذك لشرطها ستكسب ما ينجيك من موت محقق. لا تلمسها، سنرسل لها الطبيب حال وصولنا إلى القصر. هيا. ماذا تقول؟ كما ذكرت لك يا سيدي، أنا لم أجدها مطلقا. لم تجد العجوز المريضة المقعدة؟ لعلها ماتت. بل لم أجد المنزل بحاله. يا سلام، ربما اختفى هو كذلك. مولاي أرجو أن تصدقني، عندما ذهبت ولم أجد المنزل رحت أطرق بكلتا يدي على الأبواب المحيطة بالمكان، وبعد تجمع علي الجيران وسخروا مني لما سألتهم عن تلك العجوز. أوضح، ماذا قالوا لك بالضبط؟ قالوا إن تلك العجوز التي أسأل عنها قد ماتت منذ فترة طويلة، ومنزلها هذا قد قسم إلى عدة منازل سكنه الكثير من الفقراء فتغيرت مواصفاته، لذلك لم أعرف. ماذا تقول؟ وإنها بالأصل غريبة عن البلد، وقد دفنت في مقابر الغرباء ولم يسأل عنها أحد قبل. عجيب، يجب أن أتحقق من الأمر بنفسي. رويدك يا مولاي، رويدك. عندما عرفوا أنني الوحيد الذي سأل عنها منذ وفاتها أعطوني هذه العلبة. ما هذا؟ ولماذا أعطوك إياها؟ قالوا إنها وصية العجوز، وها هي بين يديك. حبذا لو تجربه على إصبعك يا مولاي. إنه يلائم إصبعي فعلا، وكأنه صنع خصيصا لي. خادمك الأمين بين يديك. ولكن أنت كيف؟ أنا رفضك يا مولاي لرحلتي الذهاب والعودة لمملكة الجبال السبعة. فقط وبعدها أتحرر وأصبح طليقا ويبقى الخاتم ذكرى بين يديك. هل أفهم؟ افهم ما شئت، استدعني عندما تقرر السفر، ادعك الخاتم فقط ودع. Thank you.
يبدو أن هذه العجوزة غريبة حقا. ما رأيك يا سعد الدين؟ أرى يا سيدي أن تذهب الآن برحلتك إلى ملك الجبال السبع، وبعدها نبحث عن سر هذه العجوز. ربما أجد سرها هناك، لدي شعور بذلك. ها قد اقتربنا يا سيدي. حسناً، سأحط بك على بوابة القصر.